معنا وجهة نظر المحامية الأستاذة ياسمين عابد. أهلا بيكي في مساء القاهرة، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. أولا أنا مستغربة جدا من فكرة النقاب مصارة دلوقتي وهي مستحدثة، كان الدكاترة دول موجودين من بدري جدا بيدرسوا، اشمعنى دلوقتي؟ لان في منتقبات كانوا يعني حسب ما يعني نسب اليهم بيهربوا سلاح وعندهم قضايا امام النائب العام، وكان في مشاكل في الاونه الاخيره بشان هذا الموضوع. تمام، بالنسبه للموضوع ده المفروض ان في امن وفي ناس، وده ما هي كشفت عن والدها واتفتشت ودخلت وحضرت محاضرتها، متهيألي بتدرس، متهيألي الدكتوره دي كانت موجوده وخرجت اجيال قبل كده، ليه دلوقتي بنمنعها من حقها؟ كنت منعتها من سنين قبل ما تبدا تخش الجامعه وتتعب وتذاكر وتبقى دكتوره، ووصلها لمرحله معينه بعدين اقول لها شكرا اقعدي في البيت انا مش محتاجك. لكن ممكن اراء اخرى ترد على حضرتك وتقول ان هي ممكن حد ينتحل شخصيه، ينتحل صفه ويدخل من الباب ويدخل يحارض الطلبه، يدخل يدخل معاه حاجه. في امن، في امن، انا دخلت وكشفت عن وجهي وكشفت عن شخصيتي، بتهيألي دمها جوه الحرم. ايوه الامن هيعرف ازاي شخصيه اللي داخله لو هي يعني لابسه نقاب؟ حضرتك بيبقى الكارنيه مرفوعه، صورتها فيها مرفوعه بوشها، بتبقى داخله مكتوب عليها اسمها، بتعرف بيعرف هي مين، بيدخلها بتخش محاضرتها خلاص، بتهيألي طيب جوه حرم. دكتور احمد عاوز يكلم حضرتك، اتفضل. يا استاذه ياسمين، انت عارفه الحكم اللي احنا بنتكلم عنه والقرار الصادر اللي بنتكلم عنه ما كانش له اي علاقه بموضوع الامن. الحكم لم يتحدث عن الامن. وقرار، خليني اقول لحضرتك المعلومه دي مهمه جدا عشان الناس تعرف، الناس اللي بتحاول تبرر القرار بان احنا اعتبارات الامن القومي واللي بيحصل في البلد من ارهاب فلازم تكشف عشان نعرف هي مين، تكشف وجهها عشان احتياطا لارتكاب الجرائم ودفعا للجرائم اللي بتحصل في مصر. صحيح يا استاذ احمد، الكلام ده مش صحيح. هي ايه المانع انها تكشف وجهها احتراما للمجتمع تكشف اللي هي تكشف فيه. وهي داخله من باب الجامعه؟ طب ما تقول قلت لهم والله انا حضرتك مش انا ماسك القضيه كمركز القاهره بصفتي مدير مركز، انا بقول لحضرتك ان هم مستعدين وبيلزموا انفسهم بانهم يكشفوا عن وجوههم هم داخلين وخارجين للتحقق من شخصيتهم، ما عندهمش لا الحكايه مالهاش علاقه. لكن يا استاذه عشان بس التواصل معاهم اوضح لحضرتك، الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري وقرار رئيس الجامعه لم يتحدث عن الامن القومي ولا يهمه الامن القومي. بس حضرتك قلت كان دلوقتي بيتحدث عن التواصل. حاجه مهمه جدا ان حضرتك بتدعوهم انهم يتخلوا عن النقاب وهم اثناء دخول الباب وخروج من الباب. انا باكد لحضرتك على لسانهم انهم ما عندهمش مانع للكشف. طب ليه ما التزموش بالكلام ده فعلا؟ بيلتزموا، بيدخلوا داخلين الامن بيشوفوا الشهر بس. وهي جوه الكليه بقى انت عايز منها ايه؟